للحديث عن الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاعلامي والصحفي السوري السيد نورس العرفي. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه سيد نورس. في اي اطار تضع منح ميليشيا حزب الله اللبناني يعني السماح بعوده النازحين في ريف حمص؟ نعم، اهلا بك وبمشاهدي قناه الرافدين. حقيقه هذا الامر تقوم به ميليشيا حزب الله منعا او مساعده على التغيير الديموغرافي، فهي لا تريد للسكان الاصليين ان يعودوا الى هذا الحي، لا تريد اعتذر باني اتحدث بشكل طائفي ولكن للاسف هذا الواقع. ايران عن طريق اذرعها في سوريا منذ سيطرتها على المدن والمناطق تحاول افتعال التغيير الديموغرافي باخراج السكان الاصليين وادخال بدلا منهم من الطائفه الشيعيه، ان كان من الذين يقاتلون معها أو حتى باستخدام العوائل الأفغانية والعوائل الشيعية إلى الأراضي السورية. من طبيعة الحال هي لا تريد عودة السكان الأصليين، تريد التغيير الديموغرافي بتلك المناطق، لذلك لا تسمح للأهالي بالعودة إلى منازلهم. ما الأهداف من هذا برأيك؟ تغيير ديموغرافي. إيران تعلم بأنها ستخرج من سوريا عاجلا أم آجلا، لا تستطيع مقاومة الضغوط. هناك اجتماع ثلاثي الآن سيحصل في إسرائيل بين روسيا وأمريكا وإسرائيل لبحث، على رأس ذلك الاجتماع سيكون بحث الشأن الإيراني وإخراج إيران من سوريا. إيران بظل الضعف الآن والحصار الاقتصادي المفروض عليها، هي لا تستطيع أن تقاوم أمريكا، تعلم بأن أمريكا لديها الكثير من الأوراق لتلعب بها أيضا للضغط على إيران، غير الوضع الاقتصادي مثل تحريك المعارضة الداخلية، وكان هناك اتصالات بالفعل فعلية بين مريم رجوي وبين مجاهدي خلق وترامب، لذلك إيران لا تستطيع أن تقف أكثر وتصمت في وجه المطالب الأمريكية الروسية الإسرائيلية بخروجها من سوريا، لذلك تريد أن تبقي لها موطئ قدم. كيف ذلك؟ بالتغيير الديموغرافي، بتجنيس الآن أكثر من مليون إيراني تم تجنيسهم في سوريا، أخذوا الجنسية السورية، اشتروا منازل وجلسوا بها. هؤلاء حتى أن خرجت القوات الإيرانية هم باقون لأنهم أخذوا الجنسية السورية واستملكوا المنازل، فلا يمكن إخراجهم. لذلك حزب الله يمنع عودة الأهالي الأصليين لكي لا تفسد تلك الخطة، ذلك المخطط الذي ترمي إيران من خلاله إلى تشييع سوريا بالكامل. انعطافا على الوضع القائم في إدلب، الأمم المتحدة قدرت أعداد السوريين الموجودون هناك بثلاثة ملايين نسمة تقريبا. هذه الأعداد ألا تدعو العالم للوقف بوجه أي عملية محتملة ضد إدلب أو إيقاف عمليات القصف على إدلب؟ للأسف زميلي العزيز، العالم لم يقف أمام ما حصل لأكثر من 10 ملايين سوري بين قتل واعتقال وتهجير. أكثر من 10 ملايين سوري عانوا بسبب النظام، بسبب ما تقوم به روسيا. العالم وقف متفرجا يستنكر ويشجب دون أن يحرك ساكنا. أي نحن نسمع جعجعة المجتمع الدولي لكن لا نرى طحينا. نعم، هم لا يريدون موجة نزوح جديدة، موجة النزوح الجديدة إن حصلت أنقرة قالت بأنها ستفتح الحدود لأنها لا تستطيع أن تقف في وجهها. العالم يخشى من موجة النزوح ولكنه لا يخشى على الدم السوري، ولا يهتم بالدم السوري، لا يهتم بالقتل. روسيا وأمريكا تتبادل الأدوار، أمريكا قتلت الكثير من المدنيين بحجة حربها على داعش إن كان في الرقة أو في دير الزور، بالمقابل روسيا قتلت أيضا المئات من المدنيين أطفال والنساء في إدلب بحجة أنها تحارب الإرهاب، أي تحارب جبهة النصرة وهي تحرير الشام. الدولتان تسكتان على بعضهما. ما يحكم الآن الأوضاع السياسية هي المصالح الدولية وليس هم إيقاف شلال الدم السوري. لا أحد يهتم بدمائنا، دماء العرب، دماء المسلمين أصبحت رخيصة بشكل عام. لذلك هم لا يهتمون للدماء السورية، يهتمون لمصالحهم، لاقتسام الكعكة السورية. من يحصل على القسم الأكبر من الكعكة السورية
والآن إخراج إيران من سوريا أشبهه باللصوص الذين يقومون بسرقة بنك، فيقتل واحد منهم الآخر ليتقلص عدد الذين يتقاسمون وتكبر الحصة شكرا لكل لك. فرد. نعم هذا ما يحصل دوليا. شكرا لك نورس العرفي الصحفي والإعلامي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.